ومن أجل تمكين الشباب طالبي شغل أول مرة من ضمان حد أدنى لمتطلباتهم المادية والحصول على حماية اجتماعية خلال هذه الفترة، جاء قرار السيد رئيس الجمهورية باستحداث جهاز منحة البطالة، وقد بلغ عدد المستفيدين منها شهر نوفمبر المنصرم 2,433 مستفيد. وهنا يجدر التنويه إلى أن هذا الجهاز يمثل بامتياز جسرا بين مرحلة البطالة ومرحلة التنصيب، مرورا بمرحلة التكوين، حيث ومنذ إطلاق هذا الجهاز وإلى غاية 30 نوفمبر 2023 تم تنصيب 31,078 مستفيد في مناصب عمل في القطاع الاقتصادي. وسعيا لرفع قابلية التشغيل لهذه الفئة، تم منذ إطلاق الجهاز توجيه 349,504 منهم نحو مراكز التكوين المهني.